السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب تانية ثانوي النهارده إن شاء الله هنحل مع بعض أسئلة تقيس مستويات التفكير العليا على درس التغذية الذاتية. يلا نبدأ بسم الله. أول سؤال عندي بيقول تم إضافة محلول جلوكوز 2% ومحلول سكروز 3% إلى كيس مصنوع من غشاء منفذ للماء والجلوكوز فقط. أبص كده آدي الكيس في اتنين في المية جلوكوز اتنين في المية سكروز والكيس الغشاء بتاعه بينفذ الماء والجلوكوز فقط يعني ما بيعديش السكروز تمام ثم وضع الكيس بعد ذلك في الكأس من الماء ادي الكأس ده موجود في مية تمام بيحتوي على واحد في المية محلول جلوكوز واحد في المية محلول سكروز يبقى التركيز هنا ده محلول مية بس فيه واحد في المية جلوكوز واحد في المية ايه سكروز اي مما يلي يحدث مع مرور الوقت تمام تعالوا اما نشوف مع مرور الوقت ايه اللي هيحصل، أنا عندي تركيز الجلوكوز داخل الكيس اتنين في المية وبره في الكأس واحد في المية، يبقى الجلوكوز هيبتدي يتحرك من داخل الكيس للكأس بره بالانتشار اهو من داخل الكيس للكأس بالانتشار، يبقى حركة الجلوكوز طالما هو منفذ للماء والجلوكوز، الجلوكوز هيتحرك بالانتشار من داخل الكيس إلى الكأس لحد ما يتساوى التركيزين ويبقى التركيز داخل الكيس. زي التركيز اللي موجود في الكأس. طيب وإيه هيحصل بالنسبة للماء؟ إحنا عندنا اللي بره ده محلول مية وتركيز الجلوكوز والسكروز كل واحد فيه واحد في المية يبقى تركيز الماء بره أعلى يبقى فيه بره ماء تمام؟ الماء ده يعدي من هنا من التركيز الأعلى للتركيز الأقل داخل الكيس بالخاصية الأسموزية يبقى حركة الجلوكوز إلى الكأس هتبقى بالانتشار وحركة الماء من الكأس إلى الكيس هتبقى بالأسموزية نشوف بقى الاختيارات لي تركيز الجلوكوز في الكأس سيزداد تركيز الجلوكوز في الكأس اه الجلوكوز في الكأس واحد في الميه وكان في الكيس اتنين في الميه وقلنا الجلوكوز هيتحرك من الكيس للكأس يبقى هيزداد في الكأس اه هيزداد لحد ما يتساوي مع اللي موجود جوه الكيس يبقى الإجابة الأولى صح طيب بيقولي تركيز السكروز داخل الكيس سيزداد لا هو اللي هيحصل عندنا هنا ايه السكروز أولا مش هيتحرك من الكيس هيفضل زي ما هو بس دخول المية اللي داخل الكيس هيقلل من التركيز داخل الكيس فما ينفعش اقول ان التركيز هيزيد التركيز هيزيد لو المية هتخرج لكن المية بتدخل يبقى التركيز هيقل سيقل حجم الكيس لا نتيجة دخول المية هي ايه مش هيقل حجم الكيس طب كمية الماء ستزداد بالكأس لا احنا قلنا الماء هيتحرك من الكأس ويدخل جوه الكيس فعلشان كده مش هنقول ان المية تزداد بالعكس المية هتقل فين في الكأس تمام كده شباب نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي هنا الرسم البياني المقابل يوضح نتائج تجربة أجريت على عدة قطع من البطاطا متساوية الوزن وكان وزن كل واحدة منهم سبعة جرام تم وضعها وضع بعضها في الماء شوية تحطه في المية والبعض الآخر في محاليل سكروز مختلفة التركيز أي من محاليل السكروز له نفس تركيز العصير الخلوي لخلايا البطاطس أنا بقول هي خ... هي القطع دي وزنها كام سبعة جرام يبقى لو اتحطت في محلول وفضل وزنها سبعة جرام ما زادش وما قلش يبقى ده دليل على انه ليه نفس التركيز فانا باجي على الوزن ادي الوزن فين سبعة ادي سبعة امشي كده قصاد سبعة لحد ما اشوف هو سبعة ده نازل هنا قصاد مين هلاقي سبعة هنا قصاد اتنين يبقى تركيز اتنين في المية ده هو نفس التركيز اللي موجود في الفجوه العصاريه بتاعه الخلايا البطاطا علشان كده فضل قصاد 7 تركيز 2% فضل الوزن 7 زي ما هو لا زاد ولا قل قصاد 2% تمام طيب نيجي للسؤال رقم 3 بيقول لي عدم استفاده النبات الاخضر من السكريات الناتجه من تحلل الاوراق النباتيه الموجوده في التربه اه يعني بعد ما الورق بتاع الشجر ده يقع بيجي يتحلل في سكر هو كان موجود في الورق لان الورق ده اللي بيتم فيه عملية البناء الضوئي بيتصنع فيها سكر الجلوكوز وبيتخزن في صورة نشا فبيقول لي هنا النبات ما بيستفدش من السكريات الناتجة من تحلل الاوراق النباتية الموجودة في التربة بيرجع الى احتواء الشعيرات الجذرية على ايه؟ هو عدم الاستفادة ده سبب ايه؟ الجدر السليولوزية لا الجدر السليولوزية منفزة عادي هتعدي السكر ده لكن السبب هو مين؟ الاغشية البلازمية ليه؟ لان الاغشية البلازمية دي شبه منفذة تسمح بنفاذ الماء وأيونات الأملاح فقط ولا تسمح للسكريات ولا الأحماض الأمينية بالمرور لأنها جزيئات كبيرة الحجم يبقى السبب الأغشية البلازمية مش الفجوات العصارية ذات التركيز عالي أو تركيز إيه منخفض طب نشوف السؤال رقم أربعة بقول لي في الشكل المقابل أي من الخليتين تحتاج إلى جزيئات إي تي بي لإنتقال الجزيئات إليها اللي بتحتاج لإي تي بي دي يبقى ما هتعمل عملية كده اسمها نقل نشط طب ما النقل النشط ده بيتم امتى؟ لما يكون التركيز جوه الخلية أعلى من بره الخلية ومع كده بتسحب الأيونات دي إلى داخل الخلية باستهلاك طاقة أو باستهلاك أي تي بي يبقى الكلام ده على خلية اتنين لأن التركيز في الداخل أعلى من التركيز في الخارج فهتبقى اتنين فقط لأن في الخلية واحد التركيز جوه قليل وبره كتير دخول الجزيئات دي من بره لجوه ده بالانتشار وليس بالنقل النشط نقل نشط في اتنين فقط تمام؟ نكمل عندنا السؤال رقم خمسة بيقول لي هنا أي العناصر التالية يحتاجها النبات لامتصاص الأيونات ضد التدرج في التركيز؟ تمام ضد التدرج في التركيز يعني يمتصه بعملية النقل النشط النقل النشط ليه؟ عشان قال لي ضد التدرج في التركيز يعني من التركيز المنخفض للتركيز المرتفع طب أنا عشان يتم النقل النشط محتاج مين؟ ATP طب ATP ده بيدخل في تكوينه مين؟ عنصر, عنصر الفوسفور يبقى عنصر فوسفور بيدخل في تكوين المركبات الناقلة للطاقة اللي هي مين؟ الإيتيبي. طيب نيجي بعد كده على السؤال الأخير بيقول لي الشكل التالي يوضح ثلاثة أقماع تحتوي على محاليل مختلفة التركيز ووضعت كل منها لمدة 24 ساعة في كأس تحتوي على محلول نشا غير معروف التركيز يبقى المحلول النشا اللي بره ده إحنا مش عارفين تركيزه إيه تمام اهو المحلول اللي هنا اللي في 1 2 3 غير معروف التركيز فبيسألني هنا ونهاية وبيعرفني كمان نهاية كل قام مغطاه بغشاء شبه منفذ يعني النهايه ده بتاعت القمع من هنا ومن هنا ومن هنا اي واحد عباره عن غشاء شبه منفذ يعني زي الغشاء البلازمي كده غشاء شبه ايه منفذ تمام فبيسالني هنا اول حاجه ما تركيز المحلول داخل الكاس طب انا اعرف ازاي هو جايب لي هنا ان في, في الفلاسك الاولاني او الشكل المخروطي الاولاني ده تركيز اربعه في الميه وفي الثاني اتنين في المية. وفي الثالث هنا ماء بور يعني مية من الحنفية عادي. تمام كده? طيب. عايز يعرف هو تركيز المحلول في الكأس. طب انا اعرفه ازاي هو بيقول لي غير معروف التركيز. والله هبص للتلاتة. واحد واتنين وتلاتة. اقارن شكلهم في بداية التجربة وبعد اربعة وعشرين ساعة. اللي شكلها ما تغيرش هي اللي تركيزها نفس تركيز المحلول. واحد لا هنا شكلها اتغير اتنين شكلها ما اتغيرش هي دي تلاتة شكلها اتغير يبقى اتنين التركيز كان هنا جوه بكام باتنين في المية يبقى في الخارج برضو باتنين في المية على اساس ان فضلت على وضعها وشكلها ما اتغيرش لا فقدت ولا اكتسبت اي حاجة تمام يبقى التركيز كان اتنين في المية علشان اللي هنا التركيز اتنين في المية فضل شكله في بداية التجربة زي بعد اربعة وعشرين ساعة دليل على ان التركيز بره برضو اتنين في المية طب النقطة التانية بيقول لي ما سبب التغير الحادث في الأمعين واحد وثلاثة. طب أبص كده لما يبقى الأمع واحد ده محطوط هنا في تركيز اتنين في المية وجوه أربعة في المية يبقى التركيز جوه أعلى فتبتدي المية تتحرك للداخل هنا بالخاصية الإيه؟ الأسموزية أبص ألاقي المية زادت تمام. طب نيجي بقى للقمع ثلاثة القمع ثلاثة كان ماء سنبور يعني هو ده اللي منخفض التركيز وبره في 2 المحلول بره كان اتنين في المية فبره هو اللي مرتفع مين بره هو اللي مرتفع التركيز فتبتدي المية تسيب هنا تسيب الداخل وتطلع للخارج عشان التركيز بره اعلى فتبتدي المية تقل هنا في الفلاسك او في الشكل المخروط اللي هو رقم كام او القمع اللي هو رقم كام رقم ثلاثة فبالتالي السبب هنا دخول المية بالخاصية الأسموزية في واحد وخروج المية بالخاصية الأسموزية في ثلاثة يبقى السبب هو الخاصية الأسموزية. تمام كده يا شباب أتمنى تكونوا فهمتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.